غير هذه الزيادة راه أكثر من 9 مليار ديال الدرهم في سنتين 2024 و 2025، وهذا تعبر على رغبة باش تحسين هذه الأوضاع الاجتماعية ديال الرجال ونساء التعليم اللي يمكن يساعد باش نخلقوا واحد الظروف وأجواء أجواء اللي هي تمكن أولا باش استئناف الدراسة في أجواء عادية، في نفس الوقت كيفاش نحاولوا نواكبوا التلاميذ باش اللي ضاع لهم الوقت ديال التدريس بدعم استدراكي في المستقبل، وفي نفس الوقت كيفاش يمكننا نواكبوا الإصلاح. هناك ايضا ما تكلمتوا على بعض على عدد ديال الملفات الفئويه، كل الوقت انت تسمحش باش ندخلوا في التفاصيل. انا اللي بغيت نقول بان واحد العدد ديال هذه الملفات راه كانت عالقه لمده عدد من السنوات وقبل من هذه الحكومه الحاليه، وزعما كان لو كان حلول لهذه الملفات يمكن بعض المواضيع قامت تطرح اليوم. المهم هو الحكومة الآن تطرق لهذه الملفات بشجاعة وخدتها باش تحاول تحل أكثر عدد من هذه الملفات. احنا كيف قلت هناك اجتماعات اللي غتم هذا الأسبوع، نتمناو بأن الكل يجعل المصلحة الفضلى ديال التلاميذ هي الأسبقية. نتمناو بأن هذا الدعم الاستدراكي ديال التلاميذ اللي ساعد باش نربحوا شويه ديال ذاك الوقت اللي ضاع بتعاون ديال كل الاطراف، ونتمناو بان هذه المحطه والمحطات اللي هي جايه خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل ان شاء الله يمكن لها تساعدنا باش نخرجوا من هذه الوضعيه، وباش استئناف الدراسه يتم، وباش ايضا نكملوا عمليه ديال الاصلاح. الحكومه قدمت مجموعه من يعني لبات مجموعه ديال الرغبات، لا ديال النقابات ولا حتى ديال التنسيقيات، وبالتالي هاد التكلفه اليوم ديال هاد الجبر الضرر المادي للاسره ديال التعليم نتمنوه اليوم راه 9 مليار ديال الدرهم، وحنا ما كنعتبروهش هذه ميزانيه بتصير بقدر ما كنعتبروه بان استثمار في المستقبل. اليوم خص المصلحه الفضلى ديال التلميذ هي اللي خصها تسمو، وخص اليوم نحبسوا من المزايدات السياسيه. المزايدات السياسيه راه ما غاداش تضر الحكومه، المزايدات السياسيه تضر بالاسره المغربيه. نعم، الحكومه منين غادي تجيب 9 مليار؟ انا ما غاديش ندخل في الحكومه، راه عارفه راه حكومه مسؤوله وعارفه اش كدير. اللي مهم عندنا هي الحكومه راه غدا عندها 9 مليار ديال، ماشي منين غدا تجيب 9 مليار. اليوم الحكومه ملي التزمت راه حكومه مسؤوله غدا تادي ما داك الشيء اللي اتفقت به مع النقابات اللي هي مؤسسات، مع العلم بان راه كل طلبات اللي حطوا التنسيقيات راه خداوها النقابات بعين الاعتبار، وتمت المناقشه ديالها في اطار مؤسساتي معقول. دابا 9 مليار نتاع الدرهم فين صابتها؟ حنا تنسمعوا الاخ واللي عندنا الاحترام كبير سي القجاع وزير الميزانيه تيقول على انه هو اللي فاهم الميكانيزمات والتقنيات. ايوا حنا اش نديرو هنا؟ هو اما كاين هامش في وسط الميزانيه، وعلى هذا القبار راه ضحكوا علينا، وهذا غير معقول، لان اذا كانت الميزانيه تخفي ما تخفي في طياتها راه مشكل، او لا للحكومة أن تتقدم بميزانية تعديلية. طبعا سوف نصوت عليها في نهارها، ولكن باش نبقاو من حيث الشكل في إطار المسطرة القانونية اللي مفروض تكون، وإلا اش غادي يوقع دابا؟ غدا يكون مشكل آخر يقول لك أنا راه عندي واحد الهامش ما عرفتوش. إوا راه كان خصك تعلمنا بكل شيء اللي باين واللي في الطيات تاع الميزانية. إذن المهم هو أن يتم الرجوع حينا بعد التلاميذ الأقسام ديالهم، أقول حينا لأن ما يمكنش مازالين ننتظروا أكثر، وأن تلتزم الحكومة
بشكل مكتوب مع النقابات بحال اللي وقع في المحضر اللي تم التوقيع ديالو البارح، واللي خرج للعموم يعني بالجدولة وب يعني القرارات اللي تم اتخاذها.